ليه قررتوا مؤخرا ان انتوا تعملوا منصة إلكترونية؟ هو مش مؤخرا احنا بقالنا فترة بنشتغل على موضوع ان احنا نعمل منصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. القطاع ده ينقصه الكثير من البيانات وكثير من المعلومات وكثير من المعرفة. دايما اللي بيهتم بهذا القطاع عادة هم، لو انا بوجه الخدمة للمواطنين بصفة عامة، ولكن دايما انا استهدافي للشباب. انا علشان احس اي شاب ان هو يقيم مشروع او ان هو يتلقى تدريب لاقامه مشروع او ان هو يبتدي يجمع بيانات ويبتدي يعمل دراسه جدوى عشان يعمل مشروع، لازم البيانات تكون متاحه. يعني ايه منصه او بنعمل فيها ايه؟ المنصه دي انا كجهاز، هي من سيطلقها ومن سيديرها، ولكنها هي في حقيقه الامر منصه مشروعات مصر كلها. فانا عايزه كل الجهات اللي في مصر اللي ليها علاقه بهذا القطاع تكون البيانات بتاعتها والانفورميشن بتاعها متوافر على هذا الموقع. ابتدينا نعمل ايه؟ ابتدينا نصممها بحيث ان هي تكون في متناول اي مواطن، حتى المواطن البسيط. تقريبا انا بخاطب جميع شرائح المجتمع، فلازم اكون عاملاها بشكل مبسط بحيث ان اي حد عايز يحصل على المعلومة يقدر يدخل عليها ويقدر يحصل على المعلومة اللي هو عايزها او يحصل على الخدمة. مش مجرد معلومة، هي مش منصة مجرد اتاحة معلومات فقط، ولكنها منصة لاتاحة الخدمات الخاصة بهذا القطاع. زي ايه الخدمات دي حضرتك؟ الخدمات دي احنا بنتكلم دايما في القطاع ده في خدمات غير مالية وخدمات مالية. وانا من وجهة نظري، وان كان ممكن كثير ما اتفقوش معايا، الخدمات الغير مالية اهم لتنمية هذا القطاع من الخدمات المالية. الخدمات المالية كلها بتنحصر في توفير التمويل المناسب لإقامة المشروع. الخدمات الغير مالية هي الأهم. يعني إيه خدمات غير مالية؟ خدمات غير مالية نبتديها من تأهيل صاحب المشروع ذات نفسه. إحنا في كثير من الشباب وكثير من المواطنين بيبقى عايز يقيم المشروع، لكن هو ما يعرفش يعمل إيه، هو ما عندوش أصلا فكرة. يعني هو أساسا عنده الجدية لكن ما عندوش الفكرة، مش عارف. فلازم احنا ناخد بايديهم دول، اعرفه فكرة المشروع. علشان يعرف فكرة مشروع، انا مش هقترح عليه اي فكرة احنا كده مننا لنفسنا، لا، احنا بنلحقهم ببرنامج تدريبي، والبرنامج ده 4 مستويات، ده متاح على مستوى الجمهورية في جميع فروعه. احنا من خلال البرنامج التدريبي ده اللي هو 4 مراحل، بيبتدي بفكرة المشروع، بيحصل المواطن او الشاب من خلال يعني هما تقريبا 2 او 3 بيحصل على فكرة متناسبة معاه. بعد فكرة المشروع بنمشي معاه في أكتر من مرحلة، هم 4 مراحل، من حيث إنه إزاي هيبتدي المشروع، إيه المستندات اللي هو بيتطلبها، إيه الشروط اللي هو عايز يعملها. بننتهي بيه بدراسة جدوى مبدئية مقبولة لإقامة هذا المشروع. إحنا استهدفنا في شهر 8 الماضي تدريب 10,000 شاب. في خلال 6 شهور تقريبا مرنا يتجاوز 5,000 شاب. واحنا ابتديت بمنهج جديد، ان انا مش تدريب مجرد التدريب، انا لازم اعمل حصر ورصد لمن تم تدريبهم. النجاح بالنسبة لي ان اللي يتدرب ده يصل لاقامة مشروع. غرضي اولا واخيرا تنمية هذا القطاع. تنمية هذا القطاع يعني اقامة مشروعات، مشروعات ناجحة ولها صفة الاستمرارية. فاحنا تقريبا عملنا رصد لمن تم تدريبهم اللي هم 5,000 تقريبا او 5,100 من تم تدريبهم، تقريبا نسبة تتجاوز 43% اقاموا مشروعات حقيقية على ارض الواقع. على فكرة النسبة دي تعتبر من النسب العالية جدا.